أكد لاعب نادي طائي السعودي والمتوج مع الخضر بكأس العرب 2021 أمير سعيود في تصريح للصحافة السعودية بأن اسم النادي يلعب دورا مهما في ضمان تواجد اللاعبين في المنتخب الوطني الجزائري. والله شوف، أنا ما أقدر أحكم على المنتخبات العربية الثانية، ما عندي معلومات كبيرة. بالنسبة للجزائر أكيد يعني تفرق، يعني اسم النادي والمنافسة اللي تلعب فيها والدوري اللي تشاهد تلعب فيه. أنا أشوف أول شيء اللاعب لما يجي للدوري السعودي يأخذ الموضوع بجد، يعني بجد حتى أكثر من الدوري اللي كان يلعب فيه، لأنه الموضوع مش سهل. أنه مرات في لاعبين يعتقدوا أنه الأمور في الخليج يعني شوية سهلة، لا العكس. يعني لو ما أخذت الموضوع بجد واشتغلت على نفسك وتعبت الموضوع راح يكون صعب ترى، وتلاقي نفسك بعد 3 شهور برا النادي ولا برا الدوري أصلا.